سوري سوري سوري. صار لك شيء؟ صار لك شيء؟ مالك شايف قدامك؟ أنا مش شايف قدامي. أنت ما لقيتي تنتحري غير قدام سيارتي؟ كسر. سوري. بدك تليفوني تحكي مع حدا، أهلك أو؟ لا ميرسي، ما في لزوم. أكيد ما عندي مشكلة إذا بدك تستعملي تليفون. لا لا خلص شكرا. طيب خليني أوصل. لا سوري شكرا. أجا على السيارة طلعي مرحبا. طلعي بليز. طيب خليني أوصلك. يلا يلا روق. طيب حبيبتي طيب، هلا بس جيب فارس برا بشوفها. بس انت ما تقلقي. ايه يلا مع السلامه. باي حبيبتي باي. اهلين بابا. كيفك ايه؟ شبك بابا؟ بدهم اياك بكره بالمدرسه. ليه بدهم اياني بالمدرسه؟ تخانقت انا وواحد وضربته. وليش بابا تتخانق انت وواحد؟ وليش لا تضربه؟ قال عنك مجرم لان قتلت بنت بسيارتك. يا بابا هذا حادث أنا ما دخلني فيه، وممكن يصير مع أي حدا، ممكن يصير مع أبوه لرفيقك نفسه. بابا حبيبي ما تعطي ابنك للناس. ماشي خلص ولا يهمك. أنا بكرة بمر بشوف شو قصة. لقيتها؟ لا ما لقيتها. بس ما تقلقي، وين بدها تروح؟ اكيد مع رفقاتها. صايرة ما عم بفهم عليها هالبنت. من هون لتخلص مراهقتها بتطلع عيوننا التنتين. معك حق، معلش طولي بالك. طولي بالك. هي هون. ميرسي عذبتك معي. يا عيب الشوم. اقل شي في اعملهم بعد ما كسرت لك تليفونك. بسيطه. هذا رقم تليفون، بس تفضي احكيني وكمل الى عندي على المطعم نجيب لك تليفون جديد. اكيد لا. ما بدك تحكيني؟ ليه؟ هلا انا عاطل؟ ما بدي موبايل جديد. مش ما بدي احكي معك. اصلا بابا وعدني رح يشتري لي موبايل جديد على عيد ميلادي. كثير منيح. هيك بصير عندك اثنين. واحد بتحكي فيه مع كل العالم. واحد لقلنا انا وانت. بنشوف. يعني هي ما خبرتك انه طالع مع رفقاتها شي مشوار؟